ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن هجوم إسرائيلي بري على حي الشجاعية بغزة، وصرح الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجوما بريا بدعم من الطيران في حي الشجاعية خلال الليل. فما أهمية هذا الحي بالنسبة لأهل غزة؟ هو بوابة غزة الشرقية ومن أكبر الأحياء فيها، وينقسم إلى قسمين إداريين الشمالية والجنوبية. شهد الحي في 19 من يوليو 2014 سيناريو مشابه لما يحدث اليوم. حاولت القوات الإسرائيلية الدخول إلى الحي، وأسفرت المعركة عن مقتل عشرات المدنيين وأكثر من 10 جنود إسرائيليين، وحينها تمكنت الفصائل الفلسطينية من إطلاق وابل من الصواريخ والقذائف، وذلك مع توغل القوات الإسرائيلية للحي الذي يمتلئ بالمباني الخرسانية والأزقة الضيقة. المعركة لم تستمر سوى يومين فقط، وخلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن 55 مدنياً قتلوا، من بينهم 19 طفلاً و14 امرأة، فضلاً عن عدد غير معروف من قتل الفصائل الفلسطينية و13 جندياً إسرائيلياً. في ذلك الوقت طلبت إسرائيل من المدنيين مغادرة الحي كما هو الحال الآن، وبقي الكثيرون كما يحدث اليوم لأن حماس طلبت منهم ذلك، أو لأنه لم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه. فهل يعاد سيناريو 2014 هذه المرة أيضاً؟